السلام عليكم. دي كيس برضه حبيت اعرضها. نايس. هي مش من الحاجات الكومن اللي احنا بنشوفها. 3 years old boy with disturbed gait referred for MR brain. زي ما احنا شايفين فيها bilateral thalamic lesion crossing uniting through the midlines with posterior commissure. تمام. فبقوا الاثنين continuous with each other. فدي ده bilateral thalamic lesion يعني واكسباندنج سو اكسباندنج وقافل. طبعا واضح ان في considerable mass effect on the aqueduct of Sylvius وعامل supratentorial considerable active hydrocephalus و periventricular steam زي ما احنا شايفين والاثنين uniting through the midline وكمان فيها descending transtentorial extension through the midbrain. احنا شايفين التكتم of the midbrain expanding وكمان الدورسم of the bones او يعني الابر بونز. تمام. فهي طبعا supratentorial وليها infratentorial extension bilateral thalamic glioma. البايلاترال ثلاميك جليوما دي مش من الحاجات الكومن اللي احنا بنشوفها يعني, بس من الحاجات الايديتد يعني من الحاجات الكلاسيفيكيشنز بتاعت ال WHO جريد 2 استروسيتوما. فهي لو جريد جليوما. المهم جدا طبعا ان انا اشوف الديفيوجن فيها عشان ليها ديفرنشال دايجنوزز في الايدج ده. مهم جدا الديفيوجن بيهلب مي فيها. لو انا بصيت على الديفيوجن ما فيهاش سيجنيفيكانت زي ما احنا شايفين, ما فيهاش سيجنيفيكانت ديفيوجن ريستريكشن almost ايزو انتنس تو ذا برين. مفيش هاي سيجنال في الديفيوجن ويتد ايمجز. تمام. مفيش سيجنيفيكانت ريستريكشن في الديفيوجن وده اللي بيطلع بيفرقها لي من الديفرنشال دايجنوزس من ساتش ليجنز في الايدج ده. ممكن طبعا احنا عارفين الحاجات اللي فيها ريستريكتد ديفيوجن في الانفانتايل والايرلي بيدياتريك ايدج جروب, طبعا اشهرهم البنت والتراتويد رابدويد تيومر والميدالوبلاستوما. طبعا دولت يعني طبعا التراتويد والايج ده اكتر فيه البنت والتراتويد رابدويد تيومر دولت من الحاجات اللي بيبقى فيهم كونسيدربل ريستريكتد ديفيوجن. طبعا الثلامس ما هواش ال يعني السايت اوف يعني اوف ديسكرايبد لوكيشن ليهم. الثلامس طبعا الجليوما نمبر 1, انما هم طبعا التمبرال لوب والاكسبتال لوب يعني من الحتت الثانيه. البنت طبعا بتبقى سوبرا تنتوريال وكمان التراتويد رابدويد بتبقى بيراميد لاين ليجنز. بس يعني الثلاماي طبعا جليوما طبعا اكتر. وهو طبعا اللي هي البايلاترال ثلاميك جليوما ده كلاسيفيكيشن من دبليو اتش او كلاسيفيكيشن جريد 2 استروسيتوما. فهو لو جريد استروسيتوما ومهم طبعا بيت ان انا الديفيوجن من الحاجات الفيري هيلب فيه. ولو عملنا ريفيجن لبقيه السيكونز زي ما احنا شايفين الكورونال تي 2 طبعا ان هما فيهم يونيون ثرو ذا ميد لاين بايلاترال ثلاميك ليجن وطبعا عاملين كونسيدربل ابستراكشن للاكويدكت كونسيدربل هيدروسفاليك تشينجز. تمام. كونسيدربل اكسبانشن للثلامس زي ما احنا شايفين والابر برين ستيم واخده الميد برين اولموست كله والبوستيريور بونتاين سام اكسبانشن وسام اكستنشن. تمام. فده البايلاترال ثلاميك جليوما. واز يوجوال لو احنا شفنا الريفرنس بتاع البايلاترال ثلاميك جليوما از يوجوال في الراديو فيديو معروضه برده كالعاده, هو ده ريفرنس هتلاقوها معروضه كويس ومكتوب طبعا زي ما قلنا انها الدبليو اتش او جريد 2 لو جريد استروسيتوما من الحاجات اللي مش كومنلي سين, بس يعني كانت حاله في الاسبوع اللي فات فحبيت ان انا بعرض الحصاد يعني. شكرا. زي ما احنا شايفين almost the same زي حالتنا اهي معروضه في الفيديو فيديا almost the same تقريبا اخت الحاله اللي احنا عارضينها بالظبط زي ما احنا شايفينها typical زي الحلوه يعني almost انا يعني بيتهيألي هي يعني تقريبا يعني bilateral thalamic glioma. شكرا.